الاسماء باحلى عباره. الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. على الحفظ قاعد امشي بسامح. وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ويوم ضغنكم ويوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر خل عينك تسبق الكلام تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. جزاك الله خير أبو خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كمل ولا بقول شغلة تفضل. بقرأ عني وعن إسماعيل. اوكي صفحة صفحة وسامحوني على كراسي. أعوذ بالله من الشيطان. الله يجزاك خير يا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون صح؟ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جزاك الله خير. تفضل يا إسماعيل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة
لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. يلعب ابو خالد شلون يعني يوم ميت على اسماعيل قمت تغلط وايد ليش؟ اسف عشان صحح جدا ابو خالد شنو حسن؟ تحسسنا كثير ما شاء الله تبارك الله والله الصراحه انا بعض الناس غيرين منك لا لا وين ما وصل نفسي من حالي جاب الثريا لا 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 ايش داعي ابو خالد جد والله لا هو شنو قصد؟ والله هي مو يعني انا كلمت احمد بهالشغله انا عندي مشكله باللغه العربيه عرفت بسبه مدرس الله يسامحه فكان قلت فكنت اسمع اكثر ما اني اقرا وكل ما بيمسك القران ابي اقرا اخاف لان ادري راح اقرا غلط بس لما شفتكم تشجعتوا وكل واحد يقرا ويغلط وما ادري شنو بس جيت حق هالشيخ الطيب وقلت بس جد قراءتك متحسنة كثير إن شاء الله غير عن أول مرة شفتك الله بعض الناس يحطون حرف واو اليوم ما أدري ليش وراك في الواوات اليوم كم واو أعطيتني وايد واوات الله يجزاكم خير ما تقصرون أنا بس عندي شغلة وشي زين ممكن بس أقول لكم شغلة أبي أقرأ بداية سورة بعد إذنكم الملك بس بيقرص هذه الصفحه الوحيده اللي حفظتها عشان التسميع اوه ابو خالد بديش المسابقه اليوم يا شباب بس بديش صفحه واحده انا محكم الحين بتقول لي عشان اختبر لا ابي اقرا الحين الصفحه عشان اعرف قاعد اقرا وبعدين شنو لا تدش يمكن نعطي يقول لك كرم قوي تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الى هني بس ترى مو شرط سمع كامل اي بس انا حفظت صفحه يعني يمكن يقول لك يلا اقرا من قوله تعالى وللذين كفروا بربهم اقرا لكم اياها وتصححون لي لاني انا يمكن حفظتها غلط بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عطى مقام الكرد مو الكرد اللي اقرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. جزاك الله خير ما شاء الله. راح صوت. اسمعين خلاص صوتي كله الله يجزاك. ارقد ارقد يا ابو شكرا انا بسكر الليتات افكر في هذه انا عشان الطيور يطلعون الحين انا مو قلت لك هات تسكر الليتات ولا قلت ما تتسكر ها؟ الليتات هاي تتسكر؟ اي بحاول اصكهم من هني لان اذا انسكروا وتشوفون الليت من هني ايوه تشوف وين الام فيهم انا بروح الكبيره مبين عليها الليت لا مو الكبيره اللي يحرك جناحه كذي ياكل هذا اللي صرته صراحه يا ذا خفت اني جبت العيد يوم ذا مره يقول لي طيحتك اللي هنا كنت طلعت؟ قال لي قلت ما عندي مشكله بس المشكله اني يوم قمت اني قعدت هنا الامور الطالعه اي قال ما ادري والله قلت مع صالح قال صالح بيروح معه سمعت تراني غيرتك من ايش غير من ظهرا الى عصرا حطيناك من الظهر للعصر الصلاه عشان تصحى يا عيال اكثر واحد شفته انبسط غير فيصل بن قربه بجيه عبد الاله ذا والله يضحك ضحك بس ما نكتن بس يضحك من هو انت يوم جاء يوم دخلنا بعبد الاله والله يا انبسط بعد فيصل بن قربه ذا آه ما في شيء ادري والله شوف انا بيني وبينك انا النبي شوف سبحان الله بعض الناس وجوههم تحكي عنهم اسمع هذا ولا واحد ضامي خاطري والله يوم طلع انا ضامي خاطري لا اترك انك انت ما تبي يطلع يعني انا ضامني خاطري هم ضايقني طلوعه من الحركه شوي وبرا حدني رجعت عبد الله للامر لكن قصدك ضايق كلام حق ينقى قصدك ضايق طلوع اسماعيل اي اكيد عوضنا يا اخي عشرته يا اخي 40 يوم اكون صريح عوضنا 10 قوم 40 يوم عبد الله امير ويسوى بلد شوف اكون صريح معك انا انبسط رجع اسماعيل اخونا وطلع انا عوضنا بدال حدرين انا عن نفسي وكلهم اخوان والله العظيم رحبوا اليوم يعني مرحبا اليوم انا كنت امس على بنوخر كفو امس انا كنت مخطط اني بقدم فقره قانونيه مو فقره بقدم لا يعني معلومه قانونيه بجلس 2 3 4 كذا بنتكلم عن جزئيه قانونيه خاصه في الاثبات طلع عبد الاله كانت الساعه 5 العصر كذا يعني بعد الغداء فتره قبل الاذان كذا بنص ساعه ابقدمها طلع عبد الاله قسما بالله العظيم تلخبطت كل اوراقي عبد الاله ما عندي بدخل الحين ما عندي مفتوح خش عشان ايه طلع عبد الاله تلخبطت كل الاوراقي والله العظيم الى درجه ان العبره هنا خلاص اوف ومشكلتي انا من النوع اللي ايش ما هو اصيح بسهوله الا شيء يحرك مشاعري فيصل لا بلك ما تدري ترى حساس ابد حدا حساس ما استوري اذا حبوا ايه هذا يقول لك عشق بدوي اتعرف وش عشق بدوي عبدوي جنف بعادته صح ولا لا؟ ايه لكنه بن سعيد اذا كسرت هالصخره وش بيطلع لك؟ بيطلع لك هالورده هذه هذا فيصل انسان
أشك ما سمعت إلا آخر شيء بس إن أتوقع إنها حكمة تشرى مثل ذيك بدداد خمسة دنانير خمسة دنانير نعم يا مرج عبد الإله أول لقاء لي معه لا لا حلو والله مسح ترى حلف عليك ما أنت مسح لا والله العود والله عود ولي متكبرين ولا والله عبد الإله خلاص أوح تسمعني أبو سعيد كله طقطق لا امسح عبد الإله وقلت أهله بوجهه اسمعني أرحب تعال بيك دقيقة أحاجيك أنا ما بقاي لسه نايب منظم كل شيء على الرأس أشوف الملفات والمراجعات والمواطنين طول عمرك خلاص أنت وقتك خلنا نشوف مواطن غيرك طول عمرك تأكل عصفور أنت من بيمسك مكانه؟ تبغى تمسك مكانه؟ لا أنا صلاة. ما تبغى تمسك مكان؟ ليش السبب؟ دي صلاة. ها؟ أريد صلاة. كأنك بتحطني الأذان والصلاة؟ جزاك الله خير. انسى الموضوع. لو جاك ولد في صلاة إمامها الفيصل بشيلها ليش؟ يصلي زي البرق زي البرق فيصل بس لازم تحطه خليه ياخذ حقه لا أحطه مثلا أحطه في المكان هذا أذان فهمتني؟ بس ما طلع شكله بس الصلاة ترى برضه أفضل هي ترى لسبب مو بالدرجات هي ما فيها شيء لا عليه فيها شيء لا تدرش فيها؟ فيها هذا عليه الحاله مقطع ايه خليه ياخذ حقه سمعت بس صلاه سريه لا حتى سريه ومهم مساله سريه ولا جهريه يكفي انه صلى زي خوينا اللي ما يبغى له صلاه جهريه ايه لو جاك شخص مو شخص لو جاك ولد والله ان شاء الله يرزق باذن الله لو جاك ولد في صفه تكرهها مثل بعض الأشخاص اللي أنت تكره فيهم الصفات كيف تتعامل هو أساساً أول شيء من طينتي هو الولد ذا هذا طبيعي بس حنا نقول لو مثلاً ما أتوقع إن جاء طيب كتب الله وجاء طيب هو ما بإذن الله مو بجاي حنا ندري بإذن الله يعني هو الولد نطاب طيبه منه ما ودي أقول خوال أعطيك الجمعة هذه الجمعة الفجر أذان أنا يكفيني واحد ولا تدري خلها بس كبدة أجر دقيقة أجر دقيقة هنا ما عندك هنا عندك يوم عندي أنا صلاة العصر وعندي أذان الخميس الفجر عندك خميس. أنا حق الفجر ويوم الثلاثاء الفجر عندي حلو زين إيه جاوبني بس أتهرى أمرني عيوني سألتك نفس السؤال أعيده لك أعيده لي يا قلبي طيب جاك ولد في صفة تكرهها وتفهم أنت قصدي استحالة يا عبد الله طيب جاء إيش كيف تتعامل معه أنا عارف عندك خطة بس كيف أضبط للفائدة أدقة والله أنا أعتقد مو بأعتقد أنا مؤمن جواتي أنت مستحيل تضرب إذا ضربت في ذاك الوقت أعرف أن الموضوع وصل لأقصى حد معك إيه والله الأطفال استحالة يعني تذكر الله المستعان قلبت علي المواجع تذكرت مرة ضربت ولد أختي علاوي وفلاح ولد أخوي إيه أول مرة بحياتي أضربه مو يعني بس كل ما تذكرت قلبي يتقطع يا رجال صغار ترى إنسان هم في الابتدائية يعني كلهم واحد صف خامس واحد صف رابع أنا دقيقة مين اللي قد ضربني أحب خوالي عندي خالي منصور خالي منصور يمكن مرتين أو ثلاثة ضربني أشوفه والله العظيم إني يا أحب وحب يعني إذا رحنا للجمعة إذا ما لقيته سلمت عليه أنشد عنه
خالي منصور. يقول خالي منصور بس قد هو الوحيد، هم اهل التبير، هو الوحيد اللي يمكن قد ضربني. انا ما اذكر خوالي قد ضربوني، والله اني ما اذكر، والله اني ما اذكر. برضو جدي ما قصر جزاه الله خير بنفس الشيء. اذا جيت في مكان ما القى ابوه جدي والله تضيق لي. فاتاكد انهم يعني الشيء هذا جاء اكيد بعفويه، وبنفس الوقت تراها ذكرى حلوه. لهم هم وبلك طبعا ذكرى حلوه صدقه. انا الحين اذكر كل لحظه سويتها، بعض الاحيان احس اني استاهل. اي تستاهل وراها اكيد استاهل. ايش دراك انت يعني ابوي يظلمك؟ والله اني مؤدب، قسما بالله اني مؤدب. ما الواضح والله اني مؤدب، الواضح لي غير ذلك. واحد مره لا هنا ترى هنا شوي بس، والله اني صغير ترى. شوف انا انسان اتبع النظام او ما احب اني اخالف، بس تصير بعض الاشياء شطحات. ايه بعض الاحيان يعني. الله حتى ما اذكر ليش اضرب مام بعد. خالي محمد يا تبدي طير من هنا حبيبي. والله العظيم بعد اهلي يعني يوم الخميس اتشوق له بشكل ما تتخيل. وما انا عايش في الرياض، ايه، فيوم الخميس اتحرى السقف انتين تقطع، اتحرى تحري على طول. اسلم على اهلي، اقعد مع امي ولمو شوي، ايه، وخياتي طبعا نكون موجودات كلهن، اقعد معهم شوي تقريبا كذا نص ساعه، او اذا كنت واصل المغرب اقعد معهم المغرب كله، العشاء زبنه. خوالي يا تبدي احبوي، والله اني اكثر شيء اشتاق لهم بعد اهلي يا بعد قلبي. الا باذني يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم يا ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. روح ترقد. كالشموس يشرقي لاحتضان الأفقي. لاحتضان الأفقي. ملقيلها. يا فتاة زانها. أنا من صراخ أمس ترى. ملقيلها هذه كالشموس يشرقي. كالشموس. محمود خضر لا والله نسيت من القدامى. كالشموس أشرقي كالشموس أشرقي لاحتضان الأفقي لاحتضان الأفقي. يا فتاة زانها دينها بالخلق دينها بالخلق. أنت وض في عيون للورى فأتلقي. إنك العقد الذي لف حول العنق. إنك العقد الذي لف حول العنق. يا فتاة زانها دينها بالخلق دينها بالخلق. أنت ورد سامح للورى فأتلقي. إنك العقد الذي لف حول العنق. طلع البدر علينا تجبرني أقعد والله ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين. سقاه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا
جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أضم بين أشواقي وأرفع عطر يمناك فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك زاكي أضم بين أشواقي وأرفع عطر يمناك يا حمام الشوق وديني وصل سلامي يا طيبة وصل سلامي لا طيبة وصل سلامي لطيبة وصل سلامي أنا يا أخوك وصل لطيبة وصل سلامك وصل سلامك لا طيبة يا طيبة يا يا طيبة يا مدينة الرسول يا قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرام ملومك ملومك يا سعد لو إن قلبك لها اشتاق ترى الحال من بعض قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرام أنا قلبي في طيبة هايم والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله طيبة أغلى هدية يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى ندانا آخر واحدة بختم فيها لأن صوتي تعبان مش شي قول وهي غالية عليك يلا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا وجعله يقلب في بصر للهادي في حسن خلقا
حسن يا رب لنا الخلق طلعه بأخلاق سبقا قضيت على الحسن العلقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. أحمد أصدق من صدقا قد أدن ربي مرسله هو أحمد من ربي خلقا صيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أحبك من صميم القلب حب صادق الولها يلا فيديو كليب فيديو كليب أحبك من صميم القلب حب يلا أجين واحد اثنين ثلاثة أحبك من صميم القلب حب صادق الولهان ولا من لوعة الفرقة يهل الدمع من عيني ألا يا صاحبي وينك أحس بضيقة الندمان ونار الشوق ما بين الحنايات لا كذا صوت اللمع وسط الباتمان هذا لا إله إلا الله هذه نهاية أحمد سعود هذه نهاية حالتي شل الصداع خلاص بروح عطوا صدى بروح صبح بالخير صبح النبي والله من اللي أنا أشيلك لا والله العظيم لا والله تعود إن شاء الله والله ما فيني حيل والله أنا طالب طلبة زين أشيلك عشان أبغى حلفي وبعدين تشيلني تقول لا والله العظيم ما فيني حيل عشان أحلف حلف الرجال والله العظيم بعد قبل والله تمنيت قوتي الثانيه والله كان والله من اسعد ايامي والله انا شرف لي وانه ودي واقصى ودي غير تمسك يدك خشمك بخشمي بيدي وي خشم ممنوع ممنوع اي فيه قبائل وفي علوم الوالد خشمي اي خشمك خشمك خشم خشم كويس يد بخشم مشكله ايش يصير يصير اي اوه خلاص اوه تعال لعب ذاك اليوم معنا ما كنت موجود صح؟ بعطيك بالله محمد السيد عطني اياها هاي هديه حق فيصل وهديه لك يا حبيبي يا انا اشكر محمد السيد وصبح عليه بالخير من منبري هذا واقول الله يبيض وجهك ويجمل حالك ويطيب بالك اللهم امين والله يزوجها قول امين اللهم امين اذا ما كان متزوج عشان آمين. والله لا يزوجها اذا كان متزوج لا حول بس الله يزوجها كل يزوج واحده ثانيه خلي اثنين ثانيه ثلاثه وربع يا ولد هاي شيء تخرب مثلنا وثلاثه وربع يا اخي نعم شرع الله بس بعد يقول لا يا مرحبا بالنشامة 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 حلوة كمل أعطاك صدى لا تذر مال الهجر بتمرين صدك بلا يا ذنب والله ظليمه ما غير اسلي خاطري بالمشاوير اروح وارجع والهواجس مقيمه اروح وارجع والهواجس مقيمه الله حليم يقول ما قرس اللي خطري بالمشاوير اروح وارجع والهواجس والهواجس مقيمه
طيب يقول يا صباح الشين يا الوجه الكريه من يشوفك في صباحه محتنق يا صباح الشين يا الوجه الكريه من يشوفك في وجهه محتنق لا من يشوفك في صباحه محتنق ويا صباح الزين يا زين الوجيه من يشوفك كل صبح اقتنق اقتنق يا صباح يعني الشين ايش بالضبط ايش وضعك قاعد تبني ولا قاعد لا امدحك انا اللي الشطر الاول الشطر الثاني لا كلها مدح بس انها ملقمه يعني ملغمه ايه اول بيت يا اخي لوع لا كلها حلوه يا صباح الشين يا الوجه الكريم يا الوجه الكريم من يشوفك في صباحه مهتنا مهتنا هذه انا والله انك تجبني لانك انت صريح فطين فطين وصريح نعم وتعترف ويا صباح الزين يا زين الوجيه يا زين الوجيه من يشوفك كل صبح ليش تشعل نفسك اي حلو خشبك بغيت تقول شيء الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت والله اني امزح الصفحة الأخيرة الصفحة الأخيرة في بداية الصفحة من فوق يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي لهي الحيوان ولو كان يعلم نعم شيك ما علمتني ايش اقولها لا ما تروح تعال نطق جزوعي 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 زاوية ولا سين لا جازوعي جازوعي يلا شو اسمها جازوعي جازوعي يلا جازوعي قول جازوعي جازوعي ذبحتنا يلا يلا وش تسوي يا يا ارفع يسار يا هي هي يلا هي 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 ما تخيل قاعد تطنس صح والله لا انت ما تعرف طيب طبق معي يلا يلا يا دقيقة قوموا على القادة عصام بين صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية صعب صعب ما خارب اللي هو رجوع قري ها اللي مات لا لا ثم تسوي كذا ثم تسوي كذا ثم تسوي كذا ثم تنزل كذا ثم ترفع صف على القزوع صافي صف الرجال شقردية صف الرجال شقردية هاي قوموا على القزوع صافي الرجال غن معي عشان صفوا على الجزوع صافي صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية قوموا على الجزوع صافي أيوة هذه اللي كنا ذاك اليوم نط فيها طيب بعيدك اسمها القزوعي مو بجزوعي القزوعي صفوا على القزوعي صف صف الرجال الرجال قلت مصري يلا زين سامع صفوا على القزوعي صافين قوموا على القزوعي صافين صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية يا اخي صعبة والله صعبة زين فيك انه احنا ننط فيها اللي هو تعال قري لا حقتي اللي ذاك اليوم اي يلا هذه من عندي يلا 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 العب قول ابتدي عشان انت انا ما مو مجد صوتي مو بزين ولا ودي والله والله لو ريمي شيت اني ما خليك تسلم لا 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 عطى شيء حماس وقفت على لا 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 والله اروح انا جاي ترى كنت والله العظيم احمد انا جاي اسلم وامشي لكن شفتك قلت خلني اجي اسمعك يا بعد قلبي اي والله جعلك ما تروح قول امين امين ما تروح من المنتجع الا فايز امين وما تروح من هنيه الا مستانس امين يا وما تروح من الدنيا إلا ربحان الدنيا والآخرة اللهم آمين وما تروح من الآخرة إلا داخل الجنة اللهم وما تروح في الجنة إلا إن شاء الله حور العين اللهم آمين وقصور آمين يا رب العالمين وبيتي عند قصري عند قصرك ولك المثل بإذن الله يا رب آمين يا رب العالمين والله العظيم يا أحمد إنها هي الغناة وهي اللي باقية ولا الدنيا كلها ثانية وزائلة تبي الجد والله حن في البرنامج صدق والله تبي صدق حن في البرنامج وحنا كلنا ها موضوع جد لا والله صدق اي والله الموضوع هذا يلامسني يدي عشان تدخل لنا حن في البرنامج تنافس بس مسابقه وحن كلها مده هذه الشهور بتنتهي ما ادري مين بياخذ الاول الثاني الثالث واللي بيكسب واللي بياخذ جماهير واللي هذا خلينا نتكلم بس 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 وراي شوي ما عرفتك والله ما عرفتي تراني اطلع على وجهي الثاني المهم في زائل يمكن انا اطلع من البرنامج ذاك اليوم ابراهيم وامشي بالسياره واصدم واموت تخيل وش فايدتي في البرنامج ذا كله؟ وش فايدتي اني يومني ازعلك يا احمد؟ اقول يا شيخ وش فايدتي يومني ما اكون كويس معك؟ وش فايدتي يومني ما اخذ الاول؟ ايش هالكلام ينزل عليك؟ ايش الدرر؟ اي والله انا صاد يا شيخ طال عمرك خل اعلمك خل اعلمك لا افداك خل اعلمك قول لا اله الا الله لا قلت له افداك قول له افداك ردي ولا ايش؟ افداك ولا ايش؟ طيب احنا تدري شو استفدت للامانه؟ استفادة حقيقية ما كلام ما تفهمه طيب الاستفادة الحقيقية في المنتجع صدق والله هي الصراحة نصلح على وقتها
ختمنا القرآن، نقرأها في الحلقة، شو اسمه وش بقيت، هذه أكبر غنى والله العظيم، هي راحة نفسية. وغير ذلك دورات يمكن فيها استفادة عني، ما استفدتها كثير، لكن يمكن فيها استفادة. أهم شيء والله العظيم الله يحفظك. إي والله العظيم، والله إنك تستاهل، أكثر واحد حضني في العالم. الله يسعدك. لكن تقول حتى أبوي ما حضني. والله العظيم أبوي ما قد حضني حياته، بس يلا. إيش جاك؟ تخيل أبوك قاعد يطالع. لا والله الصبح، إحنا في الصبح، إحنا في الليل ما تابعنا. حسبي الله. احنا شوف، احنا لازم اذا نجيب العيد نجيب العيد متى؟ في الليل عشان ما حد يشوف راقدين. ابوي نايم وامي نايمه. ما اعرف يطقطقون في التليفونات. ها؟ ما اعرف يطقطقون في التليفونات في عيد البكر. لكن الصبح؟ الصبح الحين قاعدين. ابوي قاعد الحين والله لا لا ما ياكل قشطه عسل. قاعد الحين يتقهوه ويتابع الحين ويفطر عشان بيروح عنده مراجعات ولا شيء، يفطر يتقهوه ويطالع فيني يقول هذا اللي يصل له. مش كذا شغل لا رجع ان شاء الله. وكلها احمد سعود وقالها اكبر من كذا مرتين والله العظيم تنسى المنتجع كله. كم مره اخر مره طقك ابوك متى؟ ابوي ما يطقني انا، ابوي ما يطقني، بس ابوي ما يطقني. يا كذاب، ابوي يضربني ما يطقني. والله تعال وين وين تروح؟ تعال صدق والبس نعالتي يا اخوك. صدق صدق اقوى مره ابوك طقك فيها. والله ضربني، والله تبطل في حضبطني صدق. مرتين انصالخنا واحد قام وجاني وزكني ثم قام فطه في حبك يدرجله الله يطول عمره. ايه قم عشان ما يبيني يعني الشر ويبيني الخير كذا عشان اتادب. والله تادبت بعدها وضربت بعدها يعني قبل اربع سنوات. اضربك الحين؟ لا بيجيني يضربني. ليش دخل بطقك انا وبك؟ لا يقول لا يطقك ولا احد يطقك، اضرب بس احد يضربك. خليك كيوت. سعاده. اول دلع دور ابوي تابعني ترى وسكت انتبه. وش سعاده؟ خليك سعاده. سعاده في المسجد وفي القران وفي الصلاه. سعاده الكلام في الليل غير. كلام الليل يمحو النهار. كلام الليل يمحو النهار. الليل غبي. صح صح. مخي لو وجد معي. تشتبه بعد في محاطر شيء؟ لا بابا قلت انا توسع. خل ابوي اليوم يستفيد مني. يقول ولدي كويس. وش تعلمت من بنتجا بعد؟ ولدي رجال. تعلمت طال عمرك. والله ما تعلمت شيء. تعال تعال. لا والله وش تعلمت؟ تعلمت مطعم الناضج الله يطول عمره انه لحظه لحظه. الناضج. خذي الماكولات الشعبيه برعايه. لا 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 مو شي الناضج. نقول له. برنامج حياتك من قناة بداية برعاية الناضج للمأكولات الشعبية والفطرية. في حياة فطرية كذا. تناوله مرة لن تنساه بالمرة. الله عليك يا قافي أنت ما تلعب. يا صباح الشين من شينة شناتك. اسمع. طيب يقول مدري صباح الخير. مدري 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 بدري مدري بدري تعال مدري 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 مدري. طيب ترى خلاص خصم انت تفيها معود معود. مدري صباح الخير تعني لك كثير كثير ولا صباح الخير عندك شويه شويه. تدري صباح الخير من مبسمك غير تعني دوا قابل الفتح الشهيه. يا لب قلب انتبه. تعال ابوك ابوي ما نمزح انت ابوك ابوي انت اقول طيب طق مين عند الباب؟ ابوك ابوي والله من جدك. لا خلته جاهز جاهز. خليك واقف 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 ولا تتحرك. اغمض عيوني. ايه يفضل يقول انت من الحركات البهلوانية. لا لا والله ما جسك. لا ترى ابوي تابع. لا والله لا والله احتراما حق ابوك. ولا انت ولا انت متى من كان. الله يسامحك. شكرا شكرا لصراحتك الجريئة. صراحتك الجريئة. شغلك بعدين ان شاء الله. ورا الاشجار. ورا الاشجار. والله العظيم ما اقول لك شيء ورا الاشجار ولا اقول لك شيء لا قدام الاشجار. الله يسلمك. يقول يقول لا تخدعك ضحكة بالوجه الصبوح ولا يغروك بسلام من البعد. لا تخاف. غربة تفرح لك إذا تشوفك كبير ولك أقرب ناس كاتلها الحسد. ولك أني بس أني حساري. الناس مو كل من ضحك لك بمان وذاك من ذاك اللي وافي لك وعد. يصح قريب مرافقك لكن حقود وصح بعيد يصير لك عون وسند. الله أكبر عليك أكبر. هالدنيا تغيرت فيها الوجوه والله يعلم شنو يتغير فيها بعد
ولك هواية أحبك ولك ولك اسمع مني ولك 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 شبيك ولك ولك شتريد مني ولك شتريد احكي احكي ولك أني أحبك هواية وقلبي يفكر بيك هواية والله يا أحمد أنت ما أحلفت أني كاتب أبودية قبل ما أدخل برنامج بيومين إيش هذا أبودية عراقية شعر عراقي ما شاء الله كتبات إيه والله لكنها في الملاحظات وأنا أطلب طلب خاص إنهم يعطوني جوالات عشان أحفظها لها أو أكتبها بصورة وإيش دخلني أنا لا منظم تجي فين العيد ليش يا عيد؟ تعال تعال والله العظيم انا زي ما كملت ابيات الشعر طيب بس عشان ابوديه يعني ويلي طريت طواري الليل لا لا ولك مكفي. ولك لا تغير اللهجه عراقي ولك خلك على هرجك ولك خلك ولك على سوالفك يلعن شيطانك لا ولك اعوذ بالله من شيطانك اعوذ بالله من الشيطان ولك خذ لك خصم بعد التعديل قبل التعديل قبل التعديل خذ لك استغفر الله ما يلعن نقاط زين والضباع التفت بجلد الأسد أسد عراقي ولا إيش عراقي يلا عراقي ولك ولك مرحبا بيك Good morning شتريد شتريد مني يحكي مرحبا بيك أخويا يا هلا شلونك تمام شلون صحتك جابك في هالمنطقة الله يسلمك طال عمرك سلمك هوايا 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 ابن ابن أختي ابن اخوي ابن العشيرة ابن العشيرة عراقي اي ولك ما شاء الله ايش تريد احكي بيت قول. اهل العراق اهل العراق الشقيق يا حلو حكي يا حلو انت تذكرني ولا لا 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 تعال غير الموجة غير الموجة لا 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 عراقي ولك ولك صفوا عليك صفي صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية ايوه يلا صفوا تعال تعال خط من هنا وخط من هنا يلا تعال 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 عراقيس بالملابس يلا وابكي على فراقك يا يسار يسار ثلاث مرات بعدين يمين واحدة بعدين نطة يسار ثلاث مرات بعدين نط كذا ثم ترجع ثم تسوي كذا ثم كذا تضرب الأرض ثم ترفع صفوا على القزاز وعصافين قوموا على القزاز وعصافين صف الرجال الشقردية خطة هي خطة خطة هي وليش لعبة في خطة بعبك بس ما في ما في تراب هنا ولا كان يلا 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 قوموا على القزاز وعصافين صف الرجال الشقردية صف الرجال صح يلا سمعي كذا سمعي كذا يلا يلا انزل كذا لا كذا سمع على القز وعصافين اضرب الارض اضرب في الارض كذا ثم ارفع اضرب ثم ارفع رجلك اضرب اضرب اوه يلا يلا قوموا على القز وعصافين صف الرجال الشقردية شيك بطل والله بطل يا والله صح منك مستقبل زين شوف 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 ايش قال لك بروح ادرب درب خيول يلا 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 لازم تعرف قزوي قوموا على القز وعصافين صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية شنو لازم لازم واجد كذا حركة كسرة الظهر هذه كذا ثم كذا ثم كذا كذا لا لا كذا ثم نسيتها كذا ثم لا ايش جاك كذا كذا ثم كذا ثم كذا ثم اضرب بالارض وارفع رجلك ثم عود بيسارك كذا 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 تدري ايش اللي صح لك؟ اعطى شيله بسرعه شيله حمصيه اي حشيل لا 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 وش دح اعطنا لا لا يا انت الدحس اعطنا شو اسمه حق ذا اللي قول ايش؟ معاذ مو معاذ اي شيء مو محافظ شيله ما احفظ شيله اعطنا حق القبور وقفت على القبور مو والله مو مدري بطل تعال انا عطنا قلت ايش اللي غنيتها قبل شوي وش اللي غنيتها يا اخي قلت لك شيء قبل شوي تكسرت ترى ما تلاحظ البس لا تكسرت تكسرت البس نعولك يا احمد البس حذيانك ابغى تقول حذيونك تعال صف حذاي تعال يا حذاي ترى والله ذاك اليوم هنا يقولونها يقولونها يطقطقون عليك بس تقول لا صح 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 والله يطقطقون عليك لا والله صح احمد لا والله بالهذا عندهم احذاي يعني حذوي يا رجال ما نبي ما نبي حذوك ولا تجي حذوي وانا جاي
لا صدق والله لا انت بتسوق علي والله العظيم والله البنقا لا والله والله ما انا اسمع قول انا عهدت مني اكذبك عهدت مني لا لا انا اذكر ذاك السالفه اذكر الموقف ذاك بس مو كويس ترى صفو على جاز وعصاف صفر ادقني غنيت حقت ايش ايش غنيت اتسلب الطراي اتسلب الطراب غير والله العظيم ان قلبي طواريك يا كل هالندام الله عليك لو خلا قلبك وجهني على طول يلا الحب الحب وعدم هالنديم والله ان قلبي معاك لا خلا ولا عدم لا خلا مو كذا مو كذا ولا عدم اتسلب التراب لكن والله ارفع يا اخي عشان ارفع ما اقدر اركز لا على الصوت ولا على هذه بروح مضيع خل اضبط الوازن وازن صوتك مع خطواتك اتسلب التراب غير والله العظيم ان قلبي ما اطول والله ولك شو تريد يا اخي ايش دخل ولك انت مخك موقف ولك انت ما تفهم مره ثانيه يلا يلا ابتلي ويا كرهك ابتلي من هناك او تعال من هنا من قربك خطوه هني يلا يلا قطع القبور لا 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 نبني قبر هنا ترى كيف تبنيها تقولها اتسلب التراب غير والله العظيم ان قلبي مع تعال وجهي النص والنص النص بعضهم كل هالندام لا خلا قلبك من الحب الحب وعدم هنديم يا سلام والله ان قلبي معاك روح كذا لا خلا ولا عدم لا خلا ولا عدم اتسلب الطراب تعال اسكع نصيف لا لا تو من الشيطان صباح رباح خلاص في الغلط نزل اي والله انتبه ترى قالك ما شاء الله كبير يعني كان كفر كفر عشان ايش كثير من ساعه قال زين لفت شي عطني ظهر ليش اي لان كانت حلوه يلا شوف والله حلوه هاي تدربون عليها هاي اللعب اي والله يلا يلا اتسلب التراب يا ذكي ليه ارجع لورا يا خفت يلا 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 جاهز يلا اتسلب التراب غير الله العظيم ما خلى قلبي من الحب الحب والله الندام لا خلى قلبك من الحب ليش تخون العظماء لا يسقطون ذا بالخيانه الله رجيمك اخي بروح تبي تريق يعون لا بتريق وانا قابل وجهك يا اخي مشكله يمشي واحد مع شاعر كل مره ياي شوف ياي صحبي اسمع اسمع تدري ما يشبه الجو الا وجه محبوبي يا سلام سبحان ربنا مصور وجهه النير الله والله انا بعيد منك لكن سهلا يا عيالك في فطور ولا ما في والله اني جاي عندي شغل انت خلصها لكن الهيتني كم قعدت معك ربع ساعه ربع ساعه اكثر من ساعه الا ربع كويس فصل حلو حلو حق مونتاج عادي انا جو يا زين الفطور يا زين الفطور اول ما دخلنا بوم بالله عليك اي والله ها زين الفطور واجيك انا بروح الانتخاب ابو دقيقه وارجع لك بروح اتوضى واجيك محمد السيد يلا بجيك ها بس بالفطور والله ما في شيء ما في شيء شكشوكه فيه شكشوكته يا اخوك ابراهيم تعبان اتسلب الطراب غير والله العظيم قلبي لا حول ولا قوة الا طواريك لو خلا اليوم شمتي شمت اللبس هذي بعد في
فيها نتعاون وتحدى الشدايد قلب واحد.